اهلا بيكو، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا بقالي يومين الحقيقه بفكر اقول ايه في الحلقه دي، يعني ابدا منين، اجيبها ازاي. معلش في 3 دقايق رغي كده، معلش استحملوني، لان انا عارفه ان جمهور الوصفه جمهور كده بيحب الاكلات الحرشه، الاكل الحلو، الكشري، مش عارف الصواني ايه، البطايه اللي شكلها عامل ازاي. فقعدت اقول طب هتدخل لهم الدخله دي ازاي، هتقول لهم ايه، يعني هتجيبي وش منين تقولي انت تعمل كده. بس الحقيقه انا الاكله دي كل ما اعملها وانزلها عندي على الصفحه بتاعتي او على البروفايل حتى الخاص بتاعي، ناس كتير تبعت لي تقول لي عايزينها. فيا جماعه لازم احنا يكون عندنا يعني روح رياضيه، زي في الرياضه كده يبقى عندنا روح رياضيه في الاكل. نتقبل ده بيحب ايه، ده ما بيحبوش، وده بيحب ايه وده ما بيحبوش. واعذروني تاني على الرغي الكتير ده، لان انا الحقيقه انا بحبها برضو يعني، بس انا حنك عشان ايه، لما تيجوا تشتموني تشتمونيش انا ونبقى عشان باخد على خاطر. يعني هنعمل سوشي، اوكي نعمل سوشي يا جماعه، ولازم بقى ايه نتقبل فكره السوشي، وهي مش نيه خالص، ومش هنعمل اي حاجه نيه، ومفيش اي حاجه يعني من اللي انتوا ما بتحبوهاش في السوشي. فان شاء الله تعجبكم ان شاء الله يعني، والناس اللي طلبوها مني اتبسطوا ان انا عملتها لهم. فنشوف بقى المكونات بتاعتنا عشان نعرف نعمل سوشي صح في البيت. اول حاجه معايا رز مصري او رز سوشي. رز السوشي بيكون الحبه بتاعته اصغر شويه من الرز المصري. عندي دقيق طنبوره، دي طنبوره، والحاجات كلها اللي انا هقولها دي في اماكن معينه بتباعها في مصر، انا عارف مصر يعني لاني عايشه هنا. فاللي عايز يجيبها يبعت لي على صفحتي فيسبوك او انستجرام او حتى البروفايل بتاعي، وانا هقول له جيبها منين. دي طنبوره ده للقلب بتاع السوشي، ما لقيتهوش او مش عارفه تجيبيه هقول لك مكوناته. عندنا خيار، جمبري بتاع السوشي هقول لكم برده جوه منين، ده شكله، وجمبري عادي. عندنا سكر، افوكادو، عندنا بصل اخضر، اصابع الكابوريا، عندنا صوص ترياكي، خل سوشي او خل رز او خل عادي، عندنا بقسماط كريسبي، عندنا جبنه كريمي، مايونيز حراق، وبضايه، كوبايه ميه ساقعه، وميه للرز. فيلا نبدا، حاجات كتير، حاجات متلخبطه، بس ان شاء الله في الاخر هتبقى فيها كويس. فيلا نعمل الرز دلوقتي. في حله على النار هنحط الرز، دول كوبايتين رز، وهنزود الميه شويه عن اللي هي المقدار العادي. قفلنا عليه الغطا، واول ما يشرب الميه هتوطي خالص كانك بتعملي الرز العادي. يلا بقى نكمل الجمبري. نعمل بقى الجمبري اللي هو الطنبوره ازاي. انا نسيت في المكونات اقول لكم على اهم حاجه، السوشي نوري او الورق السوشي او السي ويد ده برده هقول لكم ايه تجيبوه. بصي انا عندي جمبري دلوقتي متفرق، انا لو قليته الجمبري هيروح عامل كده في بعضه وهيكش كده. فانتوا بتشوفوه ازاي بقى في على السوشي مفرود وزي ما هو. هنيجي عند الكسرات اللي هي في الجمبري دي، ونقطع قطع صغيره قوي كده كده، عند كل كسره نقطع كده. نتك عليه شويه بحيث ان العضلات بتاعه الجمبري تقطع. ناخد بقى الجمبري بتاعنا ونتبله تتبيله بسيطه قوي، شويه من الصويا صوص، عليهم رشة من الجنزبيل المطحون، ورشة من الثوم الباودر، شوية ملح صغيرين قوي عشان الصويا صوص حادق، رشة من الفلفل الأسود. نقلب بقى ده كده مع بعض، وتعالوا نعمل هنقلب بقى ده وأقول لكم دي مكوناته. ده دقيق طنبور ملقتهوش أو مش عايزة تجيبيه، ممكن نعمله. هيكون كوباية من الدقيق، نص كوباية دقيق ذرة أصفر، ومعلقتين كبار من النشا. تمام، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ كوبايه ميه ساقعه، وخلي بالكم من ساقعه، لازم تكون ساقعه. تمام، هنحط كده ونقلب لحد ما نعمل عجينه مش خفيفه ومش تقيله. نقلب بس كده بالراحه ونزود الميه واحده. بصوا يكون ده شكله. هناخد بقى الجمبري بتاعنا كده هنحطه في الخلطه دي. تمام، نغطيه كويس وفي زيت سخن على النار هنقلب. في
اول ما خد بقى لون ذهبي كده اطلعه. انا الرز بتاعي كده استوى، انا عايزاه يبقى مستوي زياده عن الرز العادي. هنشيله بقى من على النار ونشوف هنحط عليه ايه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنفضي الرز بتاعنا في بوله كبيره كله كده، هنحط على الرز وهو سخن معلقه سكر كبيره، نص معلقه ملح، نص معلقه ملح، وخمس معالق من خل سوشي او خل رز او الخل الابيض العادي، خمس معالق كبار. ونقلبهم بقى كويس ونسيبه لحد ما يبرد خالص. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض اشهر حاجه بتطلب في المنيو السوشي. بس قبل ما نبدا، انا ببقى محتاجه حاجه اسمها سجاده السوشي، ليها مسميات تانية بس حابه ابسطها. انا ما عنديش للاسف، فانا عندي ده اللي بيتحط تحت الاطباق اللي احنا بناكل فيها على السفره، نفس الفكره، ومغلفاها بالرالق البلاستيك اللي بتبقى عندك في المطبخ. دي اهم حاجه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنحطها كده نفردها، ويكون عندنا بوله فيها ميه، والرز بتاعنا، ورق اللي هو النوري سوشي او السيميد او ورق السوشي. اول حاجه السوشي الورق بتاعه هتلاقي حته خشنه وحته ناعمه، هنحط الحته الخشنه تبقى كده، هنحط عليها الرز من فوق. تمام. وهنعمل ايه؟ هنبل ايدينا بميه. تمام. ناخد الرز ونفرده كده. دلوقتي انا فردت الرز وسبت حته بس كده فاضيه، ما فردتش فيها الرز ولا حاجه. هنعمل دلوقتي الكاليفورنيا رول، بيكون معانا السمسم، هنرش كده ورشه من السمسم الاسود. هنعمل ايه بقى؟ هنقلبها على الظهر كده، وهنحط صوابع الكابوريا ومعاها خيار تكون مقطعاه بالشكل ده بالطول كده، وأفوكادو. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنمسك الرول كده ونلفها ونضغط عليها، ونعيد ده تاني، نضغط كويس واحنا بنلف كده. هنعمل دلوقتي الدراجون رول، هنعمل ايدينا بالميه برضو، ناخد رز ونوزعه كويس على السيميد او النوري سوشي. هنحط جواها الجمبري الكمبوره اللي احنا عملناه والافوكادو، ونلفه بقى. هنحط عليها ايه؟ هنحط عليها افوكادو كده من فوق، وهنقفل بقى كده عليها برضه، ونخلي كله يمسك مع بعضه. وهنحط خيار ما بين كل واحدة والتانية كده. انا بحاول افرد الكافيار كده منهم علشان يعمل شكل كويس لما اجي اقطعها. طبعا هي دلوقتي شكلها يعني عجيب، بس لما تتقطع تبقى حلوة جدا. الجمبري بتاع السوشي ده بتلاقيه بس رز وده فوقيه. هنعملها ازاي؟ بسيطة جدا. هناخد رز، تمام، زي كورة كده او حاجة يعني مدورة شوية، وهنحطها كده، ونحط الجمبري اللي هو ده فوقيها بالشكل ده. نعملها دلوقتي بقى هنعمل اشهر حاجه بتطلب، سبايسي ليمون رول. دي بسيطه جدا، بالايدين نحط الرز ونشوف هنحط ايه بقى. بيتحط فيها شريمب كامبوره اللي احنا عملناه،
ومعاه كريم تشيز او جبنه كريمي وسموكد سالمون او سالمون اللحم. بس دي الرز جوه مش بره. السبايسي ليمون رول بتبقى فرايد بتتقلي، بنعمل كمان واحده بتتقلي اللي هي الفلادلفيا ونقليهم الاثنين مع بعض. تعالوا بقى ايه نشوف الفلادلفيا، نبتدي بس هنا ونعمل الفلادلفيا مع بعض. هيكون فيها ايه الرز بتاعها بره، فهنحط كده هنحط جوه السلمون. هي عادة بتتعمل بالسلمون الفريش اللي هو بيبقى ني، بس احنا هنعملها دلوقتي بالسموك سلمون عشان قلت مش هعمل حاجة نية خالص. خيار، افوكادو، وكريم تشيز. دلوقتي الليمون رول هنقطعها بسكينه، لازم تكون حاميه بالراحه كده. فاكرين بقى دي الطنبوره اللي احنا عملناها في الاول خالص، زيت سخن اول ما تاخد لون ذهبي نطلعها. هنعمل الفلادلفيا طبعا، لو في طبق اكبر ممكن تنزلوها كلها مره واحده. البقسماط بقى خشن وناعم، هنبدأ نغلفه كده بالراحة خالص ونحطه في الزيت. أول ما ياخد لون كده ذهبي نطلعه. هنبدأ بقى نقطع بسكينة برضو حامية، ويكون معانا منديل. أول ما نمسح واحدة نروح عاملين كده نبدأ في بقى على الكاليفورنيا كده صوص ترياكي من فوق، وعلى السبايسي ليمون رول هنحط المايونيز الحراق او السبايسي، هنزينه بالبصل الاخضر. وده السوشي بتاعنا كده خلص. يا رب يكون عجبكم، الناس اللي بتحبه تكون يعني شافته بيتعمل ازاي وبقى سهل عليها. انا عارفه ان السوشي ده اكله مكلفه، واحنا بنروح بره بندفع فيه مبلغ وقدره، فمش هنعمله كل يوم طبعا. ولو جبنا الحاجات دي هتعمل لنا بدل المره 4 أو 5 مرات، بدل ما ناكله بره مره واحده ندفع فيها المبلغ ده كله، ممكن يجيب الحاجه بتاعته في البيت. اتمنى تجربوه، واللي مش عارف السوشي ما بيحبوش اتمنى تجربه، يا رب ان شاء الله يعجبك. اشوفكم على خير في حلقه جديده. باي باي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.